السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رعب الذكاء الصناعي اللي هو كل شوية بيتطور وكل شوية بيدخل مجالات كنا نتوقع ان هو مش هيدخل فيها. يعني دلوقتي بدأ يكتب شعر وبدأ يكتب قصص، دلوقتي بينافس المصممين. فانت ممكن تقول له انا عايز صورة فيها مثلا قرد بيطلع نخلة او جمل بيطلع النخلة، يروح عاملها لك. عايز فيل مثلا بيطير يعمله لك، عايز يشوف رجل فضاء فوق حصان يعمله لك. دي كلها ناس هي اللي بتعملها، يعني هم بيسيبوا الناس تختار الفكرة اللي هو عايزها وهو يعملها. بتشترك ازاي؟ بتقول له جوين ويت ليست، فبتفتح لك الصفحة، فبتبدأ تدخل اسمك والايميل، ولو انت عايز تدخل تويتر واللينكد ان، وتدخل انت توصف نفسك ان انت مثلا ديفلوبر ولا بروفيشنال ارتست ولا اكاديميك ولا اذر، وتنضم للويت ليست. هو يبعت لك بعد فترة حسب ضغط الناس، ممكن يبعتها بعد يوم بعد يومين بعد شهر حسب اللي انت بتبقى موجود في القايمه. ويجي لك ايميل يقول لك ايه، انت مدعو لتجربه الذكاء الصناعي دوت. تعال نشوف نماذج. ده موقع على الانستجرام، هسيب لكم الرابط بتاعه. دي ناس كانت بتحلم بحاجات وما بدا يعملها لهم بالشكل ده. قول له انا عايز اشوف مثلا قرد في بدل الفضاء، عايز اشوف وهكذا، اي حاجه انت بتحلم بيها هو يبدا يدخلها لك مع بعض. فما تصدقش اي حاجه تشوفها بعينيك بعد كده. هتلاقي في حاجات اكسبلور، في واتش فيديو، في لو انت عايز تطلع على الريسورس الابحاث اللي كانت موجوده ريسيرش وهكذا. انت بس تقول له انا عايز مثلا كذا، هو يبدا يرسم لك الحاجه اللي انت تفكر فيها. عايز مثلا اشوف ارشميدس واقف بيتكلم مع اينشتاين او بيسلموا على بعض.